ومعنا هاتفيا من الولايات المتحدة دكتور إدموند غريب الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور إدموند. يعني كوريا الشمالية إذا أعلنت تجميد برنامجها النووي والصاروخي وإغلاق موقع لإجراء التجارب شمالية البلاد، من الطرف المستفيد من تقارب الكوري الأمريكي؟ بدون شك أن هذا التقارب بين البلدين هو فعلا خطوة مهمة جدا في إنهاء ما يعرف وما يشير إليه بعض الخبراء بالشؤون الكورية على أنه أزمة من جهنم، وبسبب خطورة هذه الأزمة وتشعباتها وصعوباتها. ولكن يمكن القول بأن الطرفين قد حققا على الأقل حتى الآن تقدم وبعض المكاسب. فالرئيس الأمريكي يستطيع أن يقول، وهذا ما يقوله، بأن الضغوط التي مارسها على الحكومة الكورية الشمالية وأيضا العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية كلها أثرت على موقف كوريا الشمالية، وذهب الرئيس كيم لاتخاذ مثل هذه الخطوة. طبعا هناك أيضا الجانب الآخر وهو إلى حد كبير أيضا فيه الكثير من الصحة، وهو أن كوريا الشمالية قد طورت قدرات عسكرية نووية هائلة، وبالتالي فإنها بنت قدرة رادعة، وطبعا قد استفادت كثيرا مما حدث للعراق، مما حدث في ليبيا عندما سلمت هذه الدول أو تخلت عن برامجها النووية. ولذلك فهو يريد أن يستخدم هذا البرنامج النووي للاعتراف من قبل الأطراف الأخرى وخاصة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها للاعتراف بنظام كوريا الشمالية، وفي نفس الوقت أنه أيضا يرغب في رفع العقوبات في التوصل إلى حل نهائي للحرب الكورية ولتحقيق التقدم الاقتصادي لبلاده. وبالتالي فإنه يمكن القول بأن الطرفين، الرئيس ترامب طبعا إذا حقق اتفاقية تخلت فيها كوريا الشمالية عن برنامجها النووي فإنه سيعتبر ذلك انتصارا كبيرا بالنسبة له، وسيضمن إلى حد كبير ربما انتصارات انتخابية مهمة للجمهوريين. إذن طيب. هناك مكاسب يعني دكتور للطرفين، ولكن كما ذكرتم فأن هناك الكثير أيضا من عدم الثقة، هناك خلافات، هناك قضايا متشعبة، ولذلك لا يزال من المبكر القول أننا قد ألحينا هذه الأزمة. يعني إن نجحت القمة واللقاء المرتقب بين الرئيسين، هل هذه الخطوة الكورية الشمالية ستعني إنهاء التسلح النووي في شبه الجزيرة الكورية؟ طبعا هذا سؤال مهم. طبعا أعتقد أن كوريا الجنوبية أيضا، القيادة الكورية الجنوبية لعبت دورا مهما في هذا المجال. السؤال طبعا هو، لا أعتقد أننا سنرى تخلي من قبل كوريا الشمالية عن سلاحها النووي إلا على بصورة تدريجية، لأن هناك أزمة ثقة بين الأطراف المختلفة. فكوريا الشمالية تريد أن تضمن، تريد ضمانات بأن الدول الغربية ستنفذ، علما بأنها قد أشارت أكثر من مرة أن الولايات المتحدة لم تنفذ وعودها، تعد أحيانا وتصل إلى اتفاقيات ثم تتراجع عنها، وهذا مثلا ما حدث مع ليبيا. وبالتالي فإن هذه المسألة طبعا سيأخذها الكوريون الشماليون بعين الاعتبار. طبعا الأمريكيون من جانبهم يقولوا بأن كوريا الشمالية قد انتهكت اتفاقيات تم التوصل إليها من القرن الماضي وبداية والعقد الماضي. الجانب الأوروبي أيضا يعني غير مطمئن، خصوصا ألمانيا لا تزال غير مطمئنة لهذا القرار كوريا الشمالي. وزير خارجية ألمانيا طالب بالكشف الكامل عن تفاصيل التجربة النووية والصاروخية لبيونغ يانغ على الرغم من هذا الإعلان الأخير، ولكن ما سبب هذا الحذر الأوروبي برأيك؟ أعتقد أن هذا ربما قد يكون جزء من عملية الضغط السياسي. الدول الأوروبية إلى حد ما تسير أو تتعاون مع الولايات المتحدة، وبالتالي فهي أيضا ترغب في المزيد من الضغوط لأنها تريد أن تضمن بأن كوريا الشمالية ستنفذ ما وعدت به. ولكن هناك أيضا سبب آخر، وهو أن هناك قلق لدى الأوروبيين من انتشار
الأسلحة النووية، وألمانيا كان لها موقف بالنسبة لهذا الموضوع، وربما هذا أيضا من بين الأمور الأساسية. طبعا هناك رغبة أيضا بالإضافة إلى كل ذلك من قبل الدول الغربية، وليس فقط الدول الغربية بل حتى إلى حد ما روسيا والصين التي هي الدول الصديقة لكوريا الشمالية، في عدم انتشار الأسلحة النووية. هناك قلق من خطورة هذا الانتشار، ولذلك أعتقد أن هذه قد تكون من بين الأسباب التي تدفع الدول الأوروبية لتبني هذا الموقف. من واشنطن دكتور إدموند غريب الخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.